السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة، حيث نتابع فيها التغطية الخاصة من خلال برنامج مع الحدث، حيث اليوم في الواقع أيها الأخوة يذكرنا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوزير الإعلام العراقي المشهور الأستاذ محمد الصحاف بسقوط بغداد، حيث كانت الحقائق في جهة وتصريحات الوزير كانت في واد آخر. حقيقة من التناقضات التي لا تفسير لها سوى ما يمكن حقيقة أن يسمى بالمراهقة السياسية أو الهروب إلى الأمام في محاولة بائسة لإغراق دول المقاطعة في تفاصيل ثانوية وصرفها عن جوهرها الأساس، ولكنها طبعا سياسة يعني رخيصة ومكشوفة لم تعد تنطلي على أحد. نتابع هذا المقطع الآن ثم نبدأ حوارنا وحديثنا في هذا الموضوع. نفس المحاولات البائسة اللي يحاولون إضعاف العاصمة، ولكن العاصمة الآن تتهيأ وقوات بغداد أجزاء منها وخاصة وحدات الكوماندوز تتهيأ لسحقهم. حرقنا عدد من الناقلات والدبابات في معسكر رشيد، قطعناهم الآن اللي داخل المدينة مؤخرتهم مقطوعة من أطراف معسكر رشيد، وسنقطع الجزء الآخر اللي إجوا من عنده اللي هو عن طريق الدورة وطريق بغداد حلة، فالموضوع مسيطر عليه. هناك تصريحات غير دقيقة بشأن غلق الأجواء أو غلق أو الحصار البحري والبري. الإجراء الوحيد الذي من الممكن أن يكون له تأثير على الحركة هو إجراء الحدود البرية، أما المسارات البحرية فهي مياه دولية، والأجواء هناك أجواء دولية نستطيع طيران من خلالها ونستطيع توفير كافة المستلزمات للحياة اليومية، والحياة ستسير بشكل طبيعي، والمواد وكافة المواد اللازمة للاستمرار في مشاريعنا ستسير بشكل طبيعي ولن يكون هناك أي تأثير على مسار الحياة الطبيعية لدولة قطر. أيها الأخوة، لمناقشة هذه الملفات ورحبوا بضيوفي الكرام معنا هنا في استوديو البرنامج، الأستاذ حمد القاضي عضو مجلس الشورى سابقا، ومعنا الأستاذ هاني وفا الكاتب والمحلل السياسي. أرحب أيضا بضيوفي معنا من دبي الدكتور خالد القاسمي الباحث الأكاديمي في شؤون الخليج والجزيرة العربية. أيضا أرحب من عمان بضيفنا الأستاذ سامي محاسنة المحلل السياسي. مرحبا بكم ضيوفي هنا وأيضا عبر الأقمار الصناعية، سعيد جدا أن تكون معنا في هذه الحلقة. حقيقة يمكن في المحور الأول عندنا في هذه الحلقة هو محور التناقض حقيقة في الحديث السياسي القطري في هذه الأزمة. منذ البداية كان هناك تناقض واضح حقيقة، ورسخه حديث وزير الخارجية في أكثر من موقف. أنا أريد فعلا أن نقف عند هذا الموضوع حقيقة. تفضل أستاذ حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس فقط من بداية الأزمة، في كل مواقفنا مع قطر وهذا يؤلمنا لاحظنا التناقض في الخطاب القطري الإعلامي السياسي مع الأسف الحقيقة، ومغالطة الحقائق يعني، وهذا هو الشيء المؤلم. آخرها اليوم وزير الخارجية يتحدث بكلام غير صحيح، وأيضا هو يسميه حصار، حقيقة ليس حصار بكما يسمى، هو الحقيقة مقاطعة. والمملكة العربية السعودية ومعها طبعا شقيقاتها لا تريد الإضرار بالشعب القطري إطلاقا، لكن أمام المواقف التي عرفناها وكشفت لنا الحقيقة لا نملك إلا ليس فقط أن نقف مع بلادنا بهذا الموقف من حكومة قطر وليس مع الشعب القطري، ولكن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها ومستقبلها فوق كل اعتبار. يا أخي، أخوك أو شقيقك عندما تريد ترى أنه سوف يعتدي عليك، يمارس معك خطاب عنف، يمارس معك أمور في الظاهر وأمور في الداخل، أنت لا ترضى حتى لو كان شقيقك في الواقع. فنحن نعم بيت خليجي واحد، و
أزعم بل والله أنا متأكد أن موقف المملكة العربية السعودية من الشقيقة قطر ليس الهدف لا لإضرار بقطر ولا بشعبها، ولكن بهدف الضغط عليها لتعدل مواقفها. صحيح، ولهذا أنا في نقطة هذه أستاذ هاني، يعني موضوع الحديث عن قطر منفصلة عن الكيان الخليجي، عندما نتحدث أمنيا، عندما نتحدث سياسيا، عندما نتحدث اقتصاديا، يعني لا يمكن فعلا أن تجتث هذه الخلية من الجسد، حتى وإن غرد السياسي القطري خارج المسار. نعم. يعني نريد أن نقف عند هذه أيضا، بالإضافة إلى نقطة التناقضات هذه. وبالتأكيد يعني قطر دولة خليجية في نهاية الأمر، هذا شيء أكيد. نعم. ولكن السياسات القطرية هي التي أبعدت قطر عن المنظومة الخليجية ككل. نعم. يعني هي السياسات القطرية الخروج التغريد خارج السرب. نعم. العمل ضد المنظومة الخليجية والمصالح الخليجية العليا، هذا هو ما دعا الدول الخليجية إلى مقاطعة قطر، لأن السياسات القطرية لا تتماشى مع السياسات الخليجية. صحيح. التي هي ككيان واحد. نحن نعرف أن المنطقة الدول الخليج هي الآن هي الدول الأكثر استقرارا في العالم العربي، سواء سياسيا اقتصاديا اجتماعيا. عندما تأتي قطر وتخرج بسياسات مخالفة لهذا التوجه، أنا أرى أنه طبعا من حق هذه الدول أن تبدع اعتراض على هذه السياسات لأنها لها مضرة فيها. صحيح. يعني كالبيان الذي صدر أول بيان، نجد أنه هناك قطر أنها تدخلت في الشأن الداخلي، ساعدت إيران مثلا في الأحداث في القطيف حسب البيان. فبالتالي يجب أن تقف هذه الدولة عند حد معين، توقف عند حدها، تعلمها أنها تغرج خارج السرب، يجب أن تقف عند حد معين. هناك متطلبات، إيواء إرهابيين، دعم إرهاب، هذا كله مرفوض من دول يعني تتناقض. يعني التحدي الآن أستاذ هاني، اسمح لي المقاطعة، التحدي الآن هو بين النظام، بين الحكومة القطرية نفسها وبين إمكانية أن تغرد خارج السرب. يعني هي كيف يمكنها أن تخرج من جسدها وتبدأ تتحدث خارج هذا الجسد؟ هذه إشكالية الآن تواجههم، ولهذا ربما يكون سبب التناقض هذا أو المحاولات التبرير بأكثر من طريقة. هي بالتأكيد هي قطر يعني تبحث عن دور. نعم. يعني من خلال المال السياسي، من خلال دعم الجماعات الإرهابية سواء في ليبيا، سواء في سوريا، سواء في العراق. هذا كله بحث عن دور أكبر من الحجم. هذه مشكلة قطر، الحكومة القطرية. نعم. هذا ما أراه أنا، أنه هي تحاول أن تبحث عن دور، ولو أنها كانت ضمن المنظومة الخليجية كان وضعها أكيد مستقر، هي أحد يعني الأعمدة الأساسية في دول الخليج. ولكن السياسات القطرية مرفوضة تماما لأنها تتناقض مع توجهات دول الخليج وأمنها واستقرارها. نعم. أنا أريد أتجي حقيقة للأستاذ سامي محاسن أيضا في نقطة هذه نفسها. أستاذ سامي من عمان معنا، أحييك. يعني إلى أي مدى قطر يعني تعمل في ظل حقيقة الهدوء الخليجي، الصبر الخليجي، يعني العلاقات الوشيجة والقوية حقيقة بين المجتمع الخليجي، تعمل في ظل هذه الوشائج خلال 20 عاما، يعني مستغلة يمكن 3 عناصر: عنصر المال وعنصر الدين وعنصر الإعلام، يعني كانت تشتغل عليها من أجل أن تحقق مآرب مشبوهة في الواقع. لكن إلى أي مدى هذه العناصر ستصمد أمام الجغرافيا، أمام الفكر والثقافة والدم أيضا الذي يربط هذا المكان بالجزء الرئيسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهدي قناتكم. ردا على حديثك حول حديث الظل في ظل، وأنا أقول بأن هناك موقف الظلال. الإنسان عندما وقت الغروب ينظر إلى ظله يراه أضعاف طوله الحقيقي، وأعتقد بأن هناك وهم الظلال. لابد من العودة إلى الظل الحقيقي، إلى الحجم الحقيقي. لا يجوز أن يكون هناك بديل عن العمق الخليجي، بعيد عن العمق العربي الذي هو الضامن، هو الكافل لحماية أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة. أنا أريد أن أقول بأن هناك كثير من ما جرى في المنطقة، وآخرها في الأمس، يعني الموقف السعودي، موقف خادم الحرمين الشريفين، أراد أن يوجه رسائل للمنطقة كلها، دليل على أن دول مجلس التعاون يعني هذا الموضوع هو موضوع هامشي، موضوع قطر، والدليل أن النظام السعودي يتخذ قرارا استراتيجيا بتغييرات وعمل
قرارات حيوية لتجديد النظام والعمل على إظهار مدى وجود وأهمية الشباب في السعودية. فكان الأمير الشاب سمو الأمير محمد بن سلمان يتولى سدة ولاية العهد، لذلك أعتقد بأن هذه الرسائل يفترض أن تصل لدولة قطر. إذا كان صحيح بأنه وحديث وزير الخارجية بأنه يعني ما يتعلق بالحديث عن الحصار وغيره وأنهم غير مهتمين، لماذا هذا الضجيج؟ دولة السعودية، دولة البحرين، دولة الإمارات غير مهتمة بذلك، هي تتحدث وحياتها ماشية وأمورها ماشية وما في أي إشكال ولا يرعبها هذا الموضوع، بينما هي تقول بأن هذا الموضوع لا يعنينا، ولكن ضجيجها وصل إلى العالم، رسائلها الدبلوماسية ومبعوثيها الدبلوماسيين وصلوا إلى جميع دول العالم للبحث عن مخرج لذلك. ولكن أنا أعتقد بأنه على الدبلوماسية السعودية، وأنا أعتقد بأنه يقود الدبلوماسية السعودية خادم الحرمين الشريفين الذي جاء منذ اليوم الأول لتوليه سدة الحكم، وهو يقوم بعمل سد الفراغ وملء الفراغ عربيا، وأيضا إلى جانبه ولي العهد الأمير محمد، هذا الأمير الشاب، ووزير الخارجية عادل الجبير. أعتقد بأنه لا يجوز أن تجر قطر الدبلوماسية الخليجية إلى دبلوماسية التبريد، تبريد الملفات وإطالة أمدها. يظهر بأن هذه الدبلوماسية تنتهجها الدبلوماسية القطرية في محاولة لكسب التأييد، في محاولة لطرح قضيتها ومظلوميتها على أن الحصار يقض مضاجعها وأن الحصار يؤذيها ويؤلمها، والحديث على الجوانب الإنسانية بعيدا عن الحديث عن الموضوع الأساسي وهو ما تسببه من أذى ومن شكوى لأشقاء دول الخليج العربي. نعم، سنأتي إلى مفردة الحصار والمقاطعة. في الواقع هذه يبدو لي أنها موظفة في غير دلالتها ومدلولها اللغوي حقيقة، ولا تحمل حتى الدلالة السياسية في هذا. لكن دعني أتحول لضيفي الدكتور خالد القاسمي معنا من دبي. دكتور خالد، أيضا موضوع التناقض فعلا والتبرير الواهي، يعني واستخدام أكثر من مفردة أحيانا متناقضة، يعني من الغريب عندما يتحدث عن وزير الخارجية يتحدث عن مقاطعة 6000 حصار 6000 قطري، حتى رقم يعني ما أدري كيف يتحدث عن هذا الرقم يعني، ثم يرجع ويتحدث أنه لا قطر لا يهم هذه المقاطعة ولا هذا الحصار. في أكثر من 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 جملة استخدم متضادات بشكل يعني غير 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 واضح صراحة في موقفه، أو متضارب. راح الصوت. حقيقة بداية أحييك وأحيي ضيوفك الكرام، وحقيقة دعني بداية أهني المملكة باختيار صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان وليا للعهد، وحقيقة يعني هذا الاختيار جاء أولا في وقته، وثانيا جاء يعني لرؤية طاقات الشباب ومدى تمكنهم حقيقة. وبلا شك يعني هذا الأمير كنت أنا أتابعه منذ أن كان مع والده وفي إمارة الرياض، وهو يتابع العمل الإداري حقيقة ويتابع الإنجازات إلى أن تولى ولاية إلى أن تولى وزيرا للدفاع. وحقيقة بلا شك أن العلاقات الطيبة التي نسيكها هذا القائد خلال 4 سنوات، علاقات المملكة بالعالم وهندسة هذه العلاقات وعاد العلاقات الأمريكية السعودية والعلاقات الخليجية الأمريكية إلى مكانها بعد أن كانت في عهد أوباما متراقية، وهذه العلاقات كانت في يعني أدنى مستواها، إضافة إلى العلاقات الدولية الأخرى مع روسيا وأيضا القمة التي عقدت في الرياض، إضافة إلى إدارة لأزمة اليمن ولحرب اليمن. حقيقة لقد أثبت هذا
الشاب الطموح بأن قادر على أن ينقل المملكة نقلة نوعية كبيرة وفي إطار علاقات مع الدول العربية والدول العالمية، وسيكون لها شان وخاصة حين اطلاعي على خطة 2030 المتكاملة اقتصاديا واستراتيجيا وبناء الإنسان السعودي. فأنا حقيقة حبيت بداية أن أتكلم في هذا، وكنت أتمنى في برنامج أن يشملني، لأني يعني أتابع خطوات صاحب السمو الملكي وإنجازاته حقيقة الجميلة، والتي استطاع أن يجعل من المملكة دولة شابة بطموح الشباب وبتفكير الشباب وبنقلة الشباب النوعية. وكذلك في العلاقة حقيقة يعني مع قطر، فأنا أتطلع إلى صاحب السمو الأمير بأن قادر أن يضع قطر عند حدودها وأن يعيدها متعقلة لمجلس التعاون بعد هذه التخبطات حقيقة، وبعد أن يعني أصبحت خارج تغرد خارج السرب الخليجي. فلا شك يعني أرادت قطر للأسف الشديد أن تعتمد على إعلام غبي وعلى الإسلام السياسي المتطرف وعلى دول خارجة عن السرب العربي والإسلامي وهي إيران وتركيا، وبالتالي من يختار غير أشقائه ومن يختار غير إخوانه بالتأكيد سيحس بأنه في حصار. فالشعب القطري هو نسيجه الاجتماعي جزء من النسيج الخليجي، وبالتالي حينما تحاول قيادته ودولته أن تأخذ من هذا الحضن إلى حضن آخر وهو حضن إيران وحضن تركيا، فبلا شك يعني سيتأثر الشعب القطري. والشعب القطري كما نتابع وبيننا اتصالات متأذي من هذه العلاقات. نعم. ومن تصرفات حكومته، ولكن مضغوط أمنيا، ونحن نعم. نرى بأن التناقض إجابة لسؤالك واضح هذا في تصريحات وزير الخارجية، لأن لا فاقد الشيء لا يعطيه، فهو لا يريد أن يتنازل، وبالتالي إذا لم يتنازل لن يحصل على شيء. فالدول الخليجية اليوم تعلمت، والسعودية والإمارات تعلمت بعد أن أعطيت لهم الفرصة من 2014 إلى اليوم، واليوم محاربة الإرهاب أصبحت شيء عالمي، هذا لابد منه أبدا يعني. ومصر حضن عربي لنا. أنت حينما تصف ما حدث في مصر بأنه يعني انقلاب، وحينما تجعل قلب الأمة العربية حقيقة يعني بعيدة عن حضنها العربي، أنت تغدر بالأمة بالكامل. وبالتالي نحن قبل يومين ارتحنا جميعا لترسيم الحدود البحرية حقيقة، هذا الجهد نعم. العظيم الذي جاء ثمرة للقيادتين في السعودية نعم دكتور. وفي مصر نعم دكتور. ونتمنى مزيد يعني اليوم نعم. اليوم مصر والسعودية هي قائدة الأمة نعم. بارك الله فيكم. وهذا اسمح لي دكتور اسمح لي دكتور استاذ حمد، يعني بشكل سريع حقيقة عند مفردتي الحصار والمقاطعة الحديث عنها التركيز عليها حقيقة نعم. أنا وأنا أستمع لتصريحات وزير الخارجية القطري وجدت تناقض بين حديثه وبين الخطاب اللي تحمله قطر لدول العالم. قطر تقول هناك مظلومية، هناك حصار، هناك كذا. الوزير القطري يقول بلسان سمعه الآخرون أن حدودنا الجوية أجواءنا مفتوحة مع الآخرين ولا عندنا مشكلة، أجواءنا الحدود البحرية مفتوحة وكل شيء يأتينا وكل شيء نصدره، ما عدد الحدود البرية. إذا لو كان حصار كما يقولون لكان طوقهم وعانوا من المشاكل التموينية، لكن لا هذا ليس صحيحا. وبالتالي أنا أعتبر منتهى التقاطع والتناقض ما بين
ما تعمل عليها الآن الحكومة القطرية ومندوبيها للعالم وأننا مظلومون وأننا محاصرون. ووزير خارجيتهم اليوم يقول أبداً نحن أجواءنا مفتوحة والحدود البحرية مفتوحة ولا نعاني من أي شيء. لكن يعود مرة أخرى يقول أنتم تحاصرون 6000 قطري. نعم. حتى الرقم أنا ما أدري كيف أقول. نعم. تناقض هو يناقض نفسه. صحيح. نعم. صحيح. اسمح لي أنتقل للمحور الثاني وأبدأ بالتعليق على طبعا المحور الثاني معك أستاذ هاني نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض. طبعا ننتقل إلى محورنا الآخر وهو طبعا اعترافات مقطع متلفز يعني لضابط مخابرات قطري يدعى حمد بن علي محمد علي الحمادي طبعا عن مدى ضخامة المؤامرات التي تحيكها الحكومة القطرية ضد الإمارات والمنطقة بشكل عام. طبعا تحدث الضابط كما ورد في تحقيق على القنوات الإماراتية اعترف بأنه يتبع جهاز أمن الدولة القطري وأن الإدارة الرقمية في جهاز المخابرات القطري هي التي أنشأت حساب بوعسكور يعني وغيرها حقيقة من الحسابات التي كانت تتعمد الإساءة لدولة الإمارات وتبث طبعا قناة أبوظبي والإمارات بثت حقيقة اعترافات هذا الضابط بالصوت والصورة وأيضا هي تدعى بطبيعة الحال للمرة الأولى وكما أشرنا أنه أوضح يعني كشف خطط أيضا الدوحة وتجاوزات هذه الحكومة ضد دول الجوار. يعني أنا أريد حقيقة ما أدري عندنا مادة نتابعها الآن إذا كان هناك مادة نتابعها من الأخوان نتابعها الآن. منذ عدة أعوام أنشأ جهاز أمن الدولة القطري ما تسمى بالإدارة الرقمية لرصد كل ما يتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء حسابات وهمية على تويتر وإنستغرام بأسماء وهمية. كان الهدف من هذه الحسابات استهداف دولة الإمارات العربية المتحدة والإيحاء بوجود تذمر في صفوف المواطنين. في تاريخ 15/9 اتصل بي المقدم جاسم وطلب مني أن أنا أحضر على أحضر المكتب الساعة 10 الصبح. جيت تقريبا على الساعة 12 أو 12:30 أعطاني مبلغ 25,000 ريال قطري من ريال جهاز. كانت المهمة تتلخص في التوجه براً إلى دولة الإمارات لشراء 5 شرائح هاتفية وتعبئتها برصيد 5,000 درهم لكل شريحة لاستخدامها دولياً. سألت عن السبب قال لي عشان يكون هو في رومينج وإنترناشنال واليوتيوب راح تكون دقيقة ب55. استغربت من السبب وما كان عندي أي علم بتعبئة الأرقام هذه لهذه المبالغ الكبيرة. حاولت أسأله عن السبب مرة ثانية قال لي نفذ ولا تناقش. غادر الملازم حمد الدوحة بسيارته متوجها إلى معبر أبو سمرة القطري ومنه إلى معبر سلوى السعودي على الحدود بين البلدين. يوم أني تحركت من الدوحة دخلت مركز سلوى تقريبا الساعة 5 المغرب أو الساعة 6 عن طريق مركز سلوى الحدودي اشتريت 5 بطاقات سعودية وكانت هي مفعلة فيها الخدمات الانترنت والأمور كلها الباقات الثانية. بعد دخوله الأراضي السعودية توجه حمد على الفور باتجاه معبر الغويفات الإماراتي ليصله مساء اليوم نفسه. دخلت مركز الغويفات السيارة تويوتا FG أسود رقم 355523 ملك أخوي محمد علي الحمادي وسويت تأمين 100 درهم. إذا أسمع تعليقك أستاذ هاني على هذا الموضوع حقيقة اعترافات حقيقة. يعني بالتأكيد هي تأتي في السياق أو التوجهات القطرية لخلال الأمن دول الخليج. يعني سمعنا تصريحات أقوى من هذه بكثير. تصريحات التي بثت من الدوحة نفسها. الدوحة نفسها. نعم. نعم. القيادة القطرية على مستوى القيادة القطرية. أنها تريد زعزعة أمن واستقرار المملكة ومصر ودول الخليج. صحيح. فبالتالي هذه تأتي في هذا السياق على جديد. الجديد أنه هو اعترافات قد يعني تنشر لأول مرة ولكن الاعترافات التي سبقتها من القيادة القطرية أعتقد كانت أخطر بكثير. طبعا. تتحدث عن اغتيالات تتحدث عن زعزعة أمن واستقرار ويعني أمور جدا كبيرة. فبالتالي يعني هذا يكشف لنا أنه هذه هي السياسة القطرية.
احد المسارات، لكن هذه يكشفنا ايضا احد المسارات انهم يعملون ايضا حتى على مستوى السوشيال ميديا. نعم. بفرق اخرى متوغله. صحيح. في المجتمعات الخليجيه مستغله يعني هالتلاحم والانفتاح. صحيح. الكبير بين دول الخليج، ومستغله حتى الاتفاقيات الامنيه. صحيح. الاتفاقيات الامنيه بين دول الخليج. صحيح. يعني ميثاق مجلس التعاون امنيا. نعم. حسب. فهو يستثمر يعني هنا حتى هذه الاتفاقيات، يعني ليس هذا يعني خرق وخيانه وغدر لهذه المواثيق حتى. لكن عندما تتخذ هذا النهج وانت تريد زعزعه امن واستقرار هذه الدول، لن تتوانى عن فعل أي شيء، سواء على تخطيط على أكبر، على اغتيالات، على قلب أنظمة حكم، على تغلغل في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. هذه كلها يعني تأتي ضمن إطار خطة كبيرة، يعني توجه عام لدولة في زعزعة أمن واستقرار جيرانها الذين أمنوا لها واعتبروها شقة، ولم يعني، لكن المثل العربي يقول يؤتى الحذر من مكمنه. صحيح. فبالتالي هذا ما حصل، أن شقيق تعتبره أنه شقيق وقريب منك، وأنك لن يأتيك أي خوف منه، تجد أنه هو الذي يستثمر هذه الحالة من الأمان والاطمئنان ليغدر بك. هنا الخيانة الحقيقية. صحيح. هنا الخيانة. بالتأكيد. ننتقل ضيفنا في عمان الأستاذ سامي محاسنة، تابعت معنا هذا المقطع وهذا الاعتراف حقيقة أستاذ سامي، يعني أريد أن تعلق فعلا أو يعني تقرأ لنا ما خلف هذه الأداة. أستاذ هاني هنا قال هذا أحد الأذرع التي تستخدمها لتنفيذ، نحن تابعنا أكبر، تابعنا خطط لاغتيال قيادات خليجية، تابعنا مؤامرات كبيرة على مستوى العالم العربي، وما هذه إلا أحد الأساليب التي تهيئ لكوارث. يعني شكرا لك. أنا أريد أن أتحدث عن تجربة خاصة بي وقد نشرت في صحيفة الشرق السعودية عندما كنت مراسلا لها في عام 2012، حيث أجريت مقابلة تحقيقا استقصائيا حول دور قطر في الربيع العربي، حيث كان هناك معاهد موجودة في بلجيكا، في بروكسل، في دول الاتحاد الأوروبي تدرب الشباب العربي ومنهم الشاب بغنيم في مصر على الثورات اللاعنفية من أجل تغيير الأنظمة العربية، وكانوا يستخدمون السوشيال ميديا. وتحدث لي أحد مدراء المراكز البحثية في عمان بأن دولة قطر طلبت منه أن يكون إشراك شباب من السعودية ومن الإمارات ومن قطر ومن البحرين. وبعد نشر هذا الكلام انتبهت هذه المؤسسات، وأعتقد بأن الأجهزة الأمنية الخليجية تنتبه لمثل هذه القضايا. فأعتقد بأن هذا الموضوع سابق العهد، يعني منذ سنوات تقوم به الحكومة القطرية. لذلك هذه الاعترافات هي تأتي في سياق التأكيد على هذه المواقف المسبقة، المواقف التي تنتهجها دولة قطر من تحت الطاولة. أنا أعتقد بأن الحكومة القطرية تحاول استخدام الإعلام عبر سواء الفضائيات، هناك فضائيات غير الجزيرة توقفت صحيح بعد تهديد السعودية والاتفاق الذي حدث في 2014، توقف الإزعاج من الجزيرة لدول الخليج العربي، ولكن ذهبنا لافتتاح قنوات أخرى. هناك منصات عبر السوشيال ميديا، تويتر والفيسبوك وسناب شات وغيرها، تستخدمها منظمات ومؤسسات وشباب قطريين بسياق تنظيم من أجل محاولة الإساءة لمواقف الدول الخليجية. هناك مواقع إلكترونية تقوم باستثمارها في المنطقة من أجل الإساءة للدول العربية. انتقلت منصة الإساءة من الدوحة إلى لندن، إلى إسطنبول، إلى أنقرة. هذه المنصات التي بدأت تستخدمها الدولة القطرية للأسف كان المطلوب منها هي محاولة زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. لذلك هذا الاعتراف دليل على قوة ووعي عين الأجهزة الأمنية في السعودية، في الإمارات، في البحرين. وأنا أعتقد بأنه لابد من الانتباه أكثر وأكثر، لأنه لا يمكن أن يعني الائتمان. نعم. هذه المواقف التي نعم تريد من خلالها
تقويض مساحات الأمن والاستقرار في المنطقة. نعم سامي، طبعا من سنوات ونحن نسمع، وهناك أصوات نسمعها تحذر من الحكومة القطرية وتنبه إلى بعض تصرفات الحكومة القطرية سواء على مستوى الإعلام أو لكننا كنا نعيش، أيضا شعوبنا في الخليج تعيش فعلا هذه الثقة الكبيرة التي، وهذا الصبر أيضا الذي تمارسه القيادة الخليجية مع هذه الحكومة مع الأسف التي تتشظف العالم العربي بهذا الأسلوب السيء. أنا معي الآن على الهاتف الأستاذ ممدوح الشمري محلل سياسي. أستاذ ممدوح مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، أهلا فيك وأهلا في الأخوة المشاهدين والزميل في الاستديو، حياك الله. تفضل. الليلة يضاف إلى التنكر القطري للجسد الخليجي وللأمة الخليجية وللعرب حقيقة، يضاف الليلة صفحة جديدة تضيفها الإمارات إلى هذا الملف الصحيح الذي بدأت تظهر رائحته منذ فترة. كيف تعلق على ما أضيف الليلة للملف من مستجدات سيئة مع الأسف، يعني تنكر أو نكران وإساءة حقيقة؟ والله أولا يعني صراحة نحن نأسف على ما آلت إليه الأمور من يعني كل يوم يستجد عندنا جديد في ما يخص دولة قطر. الحكومة القطرية يعني هناك أدلة ملموسة وموجودة في الدول التي قامت في المقاطعة، عرضت هذه جميع الأدلة التي تدين قطر، ولكن نحن كمحبين للشعب القطري نحن لسنا يعني نقاطع من أجل المقاطعة، لكن نرجو من الحكومة القطرية أو المتحدثين باسمها أو أن يعني يوضحوا لنا حقيقة هذه. يعني نحن نستغرب حتى لم يكن هناك أي تصريح من الحكومة القطرية في شأن هذا. يعني تجدنا نتحدث عن أدلة، نجد من يتحدث في وسائل الإعلام القطرية تحدث عن موضوع آخر أو موضوع كيف تفسر يعني حتى الآن تجاهل موضوع ضابط المخابرات أو وزير الخارجية الليبي ومحاولة الاغتيال للملك عبد الله رحمه الله، يعني المكالمات المسربة، هذه الحقيقة هي العناوين الكارثية في السياسة القطرية، لكن ما زال هناك هروب منها إلى الحصار، المقاطعة، إلى يعني دولة صغيرة دولة كبيرة، يعني هل حديث بهذه اللغة؟ يعني بالفعل يعني تجدنا أن وسائل الإعلام القطرية يعني تحدثت عن الأزمة في شكل يومي ومتواصل، ولكن نستغرب أن هناك المكالمة التي تمت مع القذافي يعني لم نجد أي تصريح. نحن كشعوب خليجية من حقنا أن نسمع الرد القطري. بالنهاية قطر أو الشعب القطري يعني شعب شقيق، يعني نحن لسنا بصدد أنه نقاطع من أجل المقاطعة أو نفتح حروب، حنا لكن نحن نقدم أدلة، نتمنى من الحكومة أن أو نستغرب حتى أنه لم يكن هناك رد على المقاطع التي تمت مثل مقطع القذافي ومحاولة الاغتيال الراحل الملك عبد الله و كلام وزير الخارجية القطري حامد بن جاسم الوزير الخارجية السابق. يعني لم نجد هناك أي تعليق عبر أي وسيلة إعلامية قطرية. نحن نتكلم ونقول نحن نريد أن نفهم ماذا يجري، لماذا لا تتكلمون، لماذا لا يعلقون على هذه الجزئية، لماذا يعني لماذا لم يتم الحديث عن هذه المقاطع؟ نعم. لماذا أن إذا تم الموضوع عن حديث يتم التشتيت إلى موضوع آخر؟ صح. نحن الشعب الخليجي واعي، نحن واعيين ونحن متابعين يعني متابعين بدقة، الجميع متابع، تجد نعم. الكاتب متابع والمثقف متابع وعامة الناس كل نعم. الجميع متابع. شكرا لك أستاذ ممدوح. شكراً لك أستاذ ممدوح، شكراً جزيلاً لك أن كنت معنا. أستاذ ممدوح الشمري محلل سياسي. أنا أريد حقيقة قبل أن ننتقل للمحور الثالث أريد أن أسمع أيضاً تعليق ضيفنا في دبي الدكتور خالد على موضوع ما بث الليلة على القنوات الإماراتية أيضاً. شكراً لك. طبعاً هذا ليس يعني أول مرة قطر تتدخل، وإنما يعني منذ محاكمة التنظيم السري في دولة الإمارات 2013 كانت هناك اعترافات منهم يعني بأن قطر أمدتهم بالمال لغلب نظام الحكم في دولة الإمارات،
وكانت يعني محاكمة التنظيم السري يعني أمام الإعلام وأمام التلفزيونات وأمام القنوات، ونقلتها يعني بالتسجيل وهم محترفين بذلك يعني، وعلاقتهم بقطر. يعني اليوم إذا نظرنا إلى التسجيل الذي ظهر اليوم والتسجيل الذي ظهر قبله في البحرين لإسقاط نظام الحكم في البحرين ولإثارة الفوضى، أضف إلى ما نقلته حول مصر وما كان ينقله الرئيس السابق مرسي لحكومة قطر حول الدفاع، وزارة الدفاع واستخبارات حول الجيش المصري، حقيقة نحن نقف هنا يعني متحيرين. ماذا تريد قطر من هذه المعلومات من أشقائها الخليجيين وأشقائها العرب؟ يعني لمن تقدم هذه المعلومات؟ هذه المعلومات دائما هي للعدو، ومن هو العدو؟ عدو العرب معروف هو إيران وإسرائيل، فإذا هي تخدم مصالح دول أخرى، ومقابل هذه المصالح نعم. يعني تفكر بأنها نعم دكتور أنا بأنها كدولة صغيرة نعم اسمح لي دكتور إدارة الأمة وإدارة الوطن نعم. هذا وللأسف يعني نعم اسمح لي دكتور اسمح لي يعني بس قبل أن أنتقل للمحور حقيقة أستاذ حمد يعني لما هذا العداء القطري للحكومات للأنظمة العربية يعني عداء مع السعودية عداء مع الإمارات عداء مع البحرين نظام البحرين عداء مع النظام المصري قبل عداء يعني ما هذه المصيبة حقيقة هذه والله أنا فعلا أنا منذ وأنا أتابع السياسة القطرية الخارجية عجيب دعك من عدائها أو استهدافها دولا بعيدة لكن كيف تستهدف أعضاء في مجلس التعاون إخوتك وأشقائك يعني أنا أستغرب عداء جماعي هذا مو نعم يعني ليس لدولة نقول في خلاف سياسي خلاف يعني لكن عندما يعني بتستعد الأقرب لك هذه إشكالية كبيرة في الواقع وظلم ذوي القربى أشد مضاضة نفس الواقع الحسين المهندي لو الذي حصل يستهدف أمننا واستقرارنا في المملكة وبعض دول الخليج ربما نهتم ونتألم لكن ألمنا أكثر عندما يصيبنا الجرح من شقيق الحقيقة وأيضا أنه أنا يا أخي استغرب في السياسة القطرية عرفت المملكة العربية السعودية بسياسة الحكمة سياسة الحلم وصبرت ترى قبل 14 حصل موقف من قطر مع الحدود يعني ضد المملكة العربية السعودية يعني اللي يحصل الآن هو الموقف الثالث الذي استنفذ صبر المملكة العربية السعودية وبالتالي أنا قلت في مقال كتبته قطر ولكي لا يأكل الذئب الغنم القاسية قلت عندما وصل الأمر إلى استقرار وطننا وبعض دول الخليج وأمنها هنا يجب أن ينتهي الحلم يجب أن صحيح ومع الأسف أستاذ هاني يعني أنها في الوقت نفسه الذي تعادي في هذه الأنظمة العربية هي تصافح أعداء هذه الأنظمة يعني تصافح حزب الله تصافح الحشد الشعبي تصافح إيران تصافح الحوثيين تصافح الجماعات الدينية المتطرفة يعني حقيقة هنا أيضا سهل الفكرة لا هو بالتأكيد يعني هي مثل ما قلنا في بداية الحديث أن قطر تبحث عن دور هي تعتقد أنها بالتحالفات المشبوهة هذه مع الأحزاب المتطرفة مع إيران مع إسرائيل أنها ستجد لنفسها حماية في ظل المنظومة الخليجية رغم أن المنظومة الخليجية هي التي الحماية الحقيقية هذا المفترض ولكن هي هناك في قلق دائم لدى القيادة القطرية انه لا تعيش في وسط آمن هي تريد يعني ضمانات خارجية حتى لو تحالفت مع أعداء المنطقة بحيث انها تضمن لها موقع قدم وتضمن أمنها واستقرارها وهذه سياسة خاطئة نهج خاطئ في السياسة ان تبحث عن ضامن وحليف خارج منظومتك الحقيقية صحيح. انت بذلك تعرض نفسك للخطر الجغرافيا لا تستطيع تغيرها بالضبط غير كذا انك انت هؤلاء سواء إسرائيل او إيران عندما تتحالف مع قطر هي لا تبحث عن مصلحة قطر هي تبحث عن مصلحتها هي تأخذ قطر جسر للعبور إلى الآخرين صحيح يعني هي صحيح. قطر لا تهمها هي مجرد صحيح. وسيلة وليست غاية صحيح لكن هذا لا تتركه الحكومة القطرية يعني الآخرون يعرفون حجم قطر الطبيعي حقيقة حتى طبعاً. وين قطر أنا ودي أنتقل لحقيقة عندي محور الأخير بشكل سريع أبدا إيه؟ الأستاذ هاني قال أنه تتحالف مع دول أجنبية بعيدة يعني. هذا مؤلم
لكن المؤلم أكثر عندما تتحالف مع دول مثل إيران عدو تستهدف أمن الخليج واستقرار، وتعرف تحديد المواقف إيران من المملكة العربية السعودية منذ ثورة الخميني. اسمح لي استاذ حمدان، عندي محور خود اسمع تعليقاتكم عليه ايضا. يعني طبعا كشف حقيقة المسماري يعني عن وثيقة قطرية تتضمن طلب القائم بالأعمال القطري في ليبيا نايف عبد الله العمادي أو العمادي كما أوضح المؤتمر الصحفي، عن عمليات اغتيال إحداها طبعا نفذت بحق ضابط استخبارات ليبي في مدينة مصراتة في رمضان عام 2015 بعد إلقاء القبض على عناصر في الجماعة الإسلامية المقاتلة المرتبطة بالقاعدة، وهي التنظيم الذي دعمته الدوحة في عام 2011. قال المسماري إن الدوحة تآمرت على زعزعة استقرار ليبيا بخطط تستهدف القبائل مستغلة نفوذها في طبعا غياب الدولة الليبية وتمويل الجماعات الإرهابية. المسماري أيضا قال إن مؤشرات عدة تؤكد دور قطر التخريبي، إضافة إلى يعني ملف آخر واحد قال إنه سيتم تجهيزه لملاحقة قطر في المحكمة الجنائية الدولية. أنا أبدأ حقيقة ضيفي في عمان الأستاذ سامي، أريد أن تعلق حقيقة على هذا المحور في حلقتنا. شكرا لك على هذا المحور الهام، وأعتقد بأنه تحدث قبل أيام أيضا مسؤول ومصدر تونسي وكشف عن رقم في غاية الذهول، تحدث عن 8 مليارات دولار تم ضخها من قبل الحكومة القطرية على الساحة الليبية. وإذا كان هذا المبلغ تم ضخه على الساحة الليبية وهو رقم معلن، فما بالك بالرقم السري؟ ونعلم بأن هناك محاولات كان من أجل السيطرة على سيطرة جماعات الإسلام السياسي وهم الأقرب لجماعة الإخوان المسلمين على النظام في ليبيا حتى يكون لهم ركيزة في شمال إفريقيا. سمعنا كثيرا عن العمليات الإرهابية التي كانت تضرب سيناء وتضرب القاهرة، وكان القادمون من الحدود الليبية كذلك في السودان كذلك في تونس عندما نعم. تم اقتحام نعم أشكرك أستاذ سامي، أشكرك حقيقة ما بقي معي حقيقة متسع من الوقت أستاذ سامي، أشكرك وأعتذر منك، أعتذر منك. تحول الأمر أيضا بشكل سريع لضيفنا في دبي دكتور خالد، أيضا في دقيقة تعلق أيضا على هذه الصادرات القطرية لشمال أفريقيا. للأسف يعني نحن يعني من بداية الأزمة الليبية وهي حاولت أن تتلاعب حقيقة إعلاميا وأيضا دعم للجماعات الإرهابية، ورأينا كيف بعد سقوط نظام القذافي جابت المجرم عبد الحكيم بالحاج لتعطيه زعامة ليبيا. هذا كله نضع في صوب، لكن ما ألمني أنا سماعي للمؤامرة على المغفور له الملك عبد الله، هذا الملك الإنساني العظيم الذي يعني أنقذ ليبيا وحاول يعني أعاد ليبيا إلى صفها العربي، وأيضا هو والإمارات استطاعت السعودية والإمارات أن تلقي العقوبات الأمريكية، وفي الأخير يأتي النظام القطري ليتآمر على الملك عبد الله رحمه الله بهذه الطريقة. نعم. وبهذه القصة. نعم. وبهذه الدناعة حقيقة. طيب. يعني شكرا لك يا دكتور، يعني شكرا لك يا دكتور، اعتذر منك الوقت والله، اعتذر منك لضيق الوقت دكتور صراحة. شكرا لك دكتور، اعتذر لضيق الوقت. استاذ هاني ايضا اريد ان تعليق منك بشكل سريع على هنا. اعتقد انه في خلل في اتجاه البوصلة السياسية القطرية، لا تعمل جيدا لهذه البوصلة، عندما كانت من ممكن تكون داعم للدول العربية للتنمية العربية كما فعلت المملكة، هي اتخذت الخط الآخر أنها تريد أزرع لها في هذه الدول عبر الفوضى على عنصر المال، يعني وكان بالتأكيد هو المال السياسي، وبالتالي استغل أسوأ استغلال وأوصل قطر إلى هذه المرحلة.
نعم تفضل استاذ حمد. رساله بس باختصار، لا انا اقول باختصار رساله عبر الاخباريه للشعب القطري ان قرار المملكه العربيه السعوديه والامارات والبحرين بمقاطعه قطر ليس الهدف الاضرار بها او بالشعب القطري، انما في الواقع بقدر انه نحمي امننا واستقرارنا ومنظومتها التنمويه، ايضا نريد ان نحمي استقرار قطر وامنها ومنظومتها التنمويه، فهم جزء منا. ارجو ان يستوعبوا هذا الدرس ويدركوا، وان المملكه العربيه السعوديه عندما تعود قطر الى حاضرتها وتترك مناوراتها واخطائها ستعود للصف الخليجي والشعب القطري. حتى تتوقع استاذ حمد ان اللحمه الخليجيه حقيقه القويه بين مجتمعات الخليج ستنتصر على هذا التوجه؟ انا والله انا متفائل، لان هناك ما بيننا من الروابط، نحن لا نرتهن ان شاء الله ازمه عارضه، لا نرتهن لا الحكومه ولا الشعب السعودي يرتهن لازمه طارئه لا نرتهن اليها، نرتهن لتلك الوشائج العظيمه من الدين واللغه والتاريخ والمصير المشترك على ان تعدل قطر سياستها وتترك مناوراتها واخطائها وتترك اعداء الخليج وفي مقدمه ايران التي لا تريد الا الضرر والشر، لكن لصالح هذه الوشائج ولصالح هذه المجتمعات يجب ان تحاسب فعلا هذا النظام الذي وهذا فعلا الذي ارتكب هذه الجريمه وهذا الذي هدف المجتمعات الخليجيه هذا اللي هدف قرار المقاطعه. شكرا جزيلا لك، هذا اللي هدفنا منه. شكرا جزيلا لك الاستاذ حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق. شكرا جزيلا لك. شكرا لك استاذ هاني فريد وفاء نائب رئيس تحرير صحيفه الرياض، شكرا كنت على هذه الحلقه. ايضا شكرا لضيفي من عمان الاستاذ سامي محاسن المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك استاذ سامي. شكرا لك دكتور خالد القاسمي معنا من دبي، وليلة رمضانية سعيدة إن شاء الله، نلتقي في محاور أخرى في أمان الله.